مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من سكرين شوت مع قمحة، والحلقة دي هنتكلم فيها عن الحوار الشعبي. الناس برا لقوا نفسهم فاضيين، ولقوكم ما انتوش معبرين. بقالهم 9 سنين انزلوا يا مصريين، اشي ثورة غلابة، على اشي محمد علي، على الاخت الاخرانية دي، والله ما فاكر اسمها ايه. المهم باي طريقه انتوا لازم تنزلوا الشارع، اوعوا ما تنزلوش الشارع، اوعوا تسيبوا البلد دي زي ما هي، لا البلد دي لازم تتكسر. ما زهقوش 9 سنين شغالين. جم بقى استغلوا ان الدوله المصريه بتحاول ان هي تتقارب وتتلاقى وتخلق مساحات مشتركه ولغه مشتركه بينها وبين المعارضة المصرية الوطنية، وبينها وبين القوى السياسية المختلفة في الدولة المصرية المرتضية بقواعد الدولة المصرية الجديدة أو الجمهورية الجديدة اللي تأسست مع دستور 2014، واللي ابتدت تبان ملامحها في الفترة الأخيرة. ممكن تكون الدولة المصرية استمرت لفترة طويلة بتجري 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 وبتعمل عملية تنمية كبيرة جدا. ممكن تكون الدولة المصرية اهتمت إن هي تشتغل على قطاعات لطالما أهملت في الدولة المصرية. الدولة المصرية اهتمت إن هي تعالج القضايا والمشكلات دي واعتبرتها أولويتها. بعد ما الدولة المصرية خلصت كل ده، قالت طب ما نقعد مع بعض، إحنا شركاء في هذا الوطن، والوطن ده النهاردة بقى قدامه تحديات كبيرة جدا. طب ما نقعد ونسمع بعض ونعمل حاجة اسمها الحوار الوطني. ده ما أرضاش المجموعة اللي شايفاك يا مصري لازم تنزل تكسر. الله، انت تفضل ساكت كده شايف الدولة كويسة يعني؟ لا، انت لازم نشتغل عليك وعلى دماغك. مرة واحدة لقيناهم بيقولوا بالتزامن مع اطلاق دعوة الحوار الوطني، احنا هنعمل حاجة اسمها حوار شعبي. طب يا مؤمن، انت رايح تعمل حوار شعبي، قلت لنا ايه اجندته؟ قلت لنا ايه محاوره؟ ولا كل واحد بيفتح على الكلاب هاوس روم ويقول لك تعالى خش معايا الروم، ويقعد يهري ويقعد يفتي في اللي هو مش فاهمه ولا عارف قواعده ولا عارف اصوله. طب يا مؤمن، انت رايح تعمل حوار شعبي، الحوار الشعبي ده ما لقيتش مكان تعمله غير في العالم الافتراضي. ايه المغزى انك تعمله في العالم الافتراضي؟ ايه الاولويات اللي انت بتناقشها على العالم الافتراضي؟ وطبعا علشان الدولة عملت الحوار الوطني، هو قال لك انا اعمل انا كمان حوار، بس مش وطني، شعبي. عايز يفصل ما بين الوطن وبين الشعب، او انه عامله لشعب معين هو بيخاطبه، الشعب الافتراضي او الاهل والعشيرة او المجموعة اللي لسه بتقول احنا نقدر نسامح الاهل والعشيرة. ما سمعوش الرئيس وهو بيقول لا، كل اللي تلوس ايديه بالدم، او كل اللي خطط، او كل اللي نفذ عمليات ضد ولادنا، ضد بيوت الله، ضد مؤسسات الدولة، لا تصالح معاه، مش هيرجعوا. فهما بيعملوا حوار، قالك ناخد من الحوار الوطني الحوار ونقول احنا بقى الشعبي. طب يا عم انت عامل حوار شعبي، مش لما تيجي تعمل الحوار الشعبي ده تتناول اللي يهم الشعب حقيقي؟ يعني الدولة قالت انا مش هزود كهرباء، مش هزود غاز، مش هزود اسعار النقل، مش هزود المترو، مش هزود ليه؟ بتحاول ان هي تخفف الاعباء وبتتحمل ده، رغم ان هي عارفة الاحتياجات الضرورية اللي موجودة. الدولة بتوفر الاحتياجات الاساسية للمواطن من السلع الاساسية، السلع الاساسية زيت، سكر، رز، الدولة بتحاول توفره وعندها مخزون استراتيجي كبير. الدولة بتحاول تقدم حلول سريعة علشان تضمن الاحتياجات الاساسية للمواطن. انما لما تيجي تتكلم على حوار وطني، الدولة بتحاول ان هي تفكر من خلاله في قضايا ابعد، في مستقبل مصر هيكون شكله ازاي، وده بالعلم. تاني هنقول بالعلم، وتالت هنقول بالعلم. تاني رايح بيتكلم عن الحوار الشعبي، لما تيجي تبص على الحجرات، ما هي اسمها روم على الكلاب هاوس، لما تيجي تبص عليها وتشوف هو بيتكلم في ايه، هتلاقيه بيلف ويدور انك لازم تنزل الشارع. طب انت عايز تنزله الشارع ليه؟ ايه الهدف ان المصريين ينزلوا الشارع؟ وايه الهدف ان اقصى امانيكم ان المصريين ينزلوا الشارع؟ مش قادر تستوعب ان المصريين في سكة وانت في سكة تانية خالص؟ الحقيقة
ان كل اللي اتناولوه لغايه النهارده بيمس الامن القومي المصري ونوع من الهرتله السياسيه لا علاقه لها بالواقع. الرؤى اللي بيطرحوها في الاقتصاد رؤى بعيده تماما عن ارض الواقع، ولا هي متفهمه السياسات الماليه والاقتصاديه والنقديه للدوله المصريه، ولا هي متفهمه الاستراتيجيه المصريه في التعامل مع الازمات الدوليه المحيطه بها، واهمها ازمه التضخم وانقطاع سلاسل الامداد والتوريد نتيجه الازمات المتتاليه اللي بيعاني منها العالم. بس انتوا رايحين تتكلموا في ايه؟ يروح واخدك يقول لك سد النهضه، لا اصل الدوله المصريه مش عارفه. لا هو انتوا ما سمعتوش الرئيس وهو بيتكلم؟ مش هقف معاكم كتير في الحكايه دي، بس لازم تفهموا ان سيادته قال الامن المائي المصري لا يمكن التنازل معاه، وان ده خط احمر. خلونا نقف هنا وهناخد مداخلتين، الاولى مع الاستاذ جميل عفيفي والثانيه مع الدكتور زياد عبد التواب. معانا على الهاتف زي ما قلت لحضراتكم الزميل العزيز استاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الاهرام والمحرر العسكري للاهرام، وله باع طويل في العمل السياسي والصداقه الشخصيه. استاذ جميل عفيفي، حلقه النهارده احنا بنتكلم فيها على الحوار الشعبي اللي دعا ليه مجموعه من رموز التنظيميه اللي هم ايه بيحكوها ساعات، اللي هم منهم ومش عليهم، اللي هم لا احنا مش منهم بس احنا معاهم، عارف اللي هو الاستاذ ايمن نور، استاذ علاء الاسواني، استاذ محمود وهبه، شويه كده ايه اللي هم قاعدين ما بيتكلموش مع بعض غير في العالم الافتراضي. الناس دي قعدت مع بعض استاذ جميل ودعت الى حاجه اسمها الحوار الشعبي، وراحوا بالحوار الشعبي ده قال لك احنا هننقذكم يا مصريين. شفت الفكره دي ازاي؟ هو طبعا في البدايه برحب بيك، وانا سعيد ان انا موجود في البرنامج الجميل بتاعك اللي هو بيوعي المواطنين وبيوعي الشباب طبعا بكل المخاطرات اللي بتحصل وكل الشائعات اللي بتتقال، كل ده تهدف طبعا للنيل من استقرار وحدة مصر. لكن في البدايه طبعا لو احنا شفنا اللي هم بيدعوه ده اللي بيسمى الحوار الشعبي، هو احنا هنجد ان هم مجموعه من الاشخاص اللي هم سابوا الدوله المصريه، وهم حتى كانوا في الدوله وهم موجودين داخل الدوله المصريه كانوا بيسعوا الى هدم الدوله المصريه، لضرب الاستقرار داخل الدوله المصريه، تعاونوا وتحالفوا مع التنظيم الارهابي ومن 2011 ومن قبل 2011 من اجل السيطرة على الدولة، كانوا متخيلين ان هم هيكون ليهم ادوار هم كلهم بيبحثوا عن مصالح شخصية، اهدافهم شخصية، ما لهمش اي اهداف ان الدولة تستقر وان يكون في استقرار في الدولة، بالعكس هم ضد الدولة على طول الطريق. يعني السيد اللي هو ايمن نور اللي بيدعو للحوار الشعبي وطلع اتكلم وقال طب يعني هو والمهندس ممدوح حمزة وممدوح حمزه وعلى الاسواني وخلافه، هو ايه افكار حضرتك اصلا في البدايه لما كنت موجود في مصر واتكلمت هنا وتعاونت مع التنظيم الارهابي واتكلمت معاك، اتكلمت معاهم في ايه؟ انت ما فيش اي تفكير، ما فيش اي هدف ان يبقى الدوله المصريه دي دوله مستقره، بالعكس. هو انا مش فاكر ايمن نور الحقيقه غير في المشهد المهم بتاع مؤتمر سد النهضه اللي هو اتذاع من غير رئيس الجمهوريه ساعتها ما يعرف، اما قال لك احنا ندهن الطيارات دهان ندهن الطيارات وتطلع وتطلع تضرب السد ده، دي افكارهم يعني. ده اللي كان المؤتمر اللي على الهواء. تخيل ده الفكر اللي هو ماشيين بيه او هم عايزين يتكلموا فيه. علاء الاسواني كان هدفه الاول والاخير ضرب الجيش المصري، ان هو يتم تفكيك الجيش المصري ويتم ضرب الجيش المصري زي ما بيحصل او زي ما حصل في سوريا او ليبيا او الدول العربيه، وكان بيجيب المراسلين الاجانب يوقفهم في ميدان التحرير ولا الميادين الاخرى ويقول لهم شوفوا الجيش واقف فين وشوفوا الجيش هيعمل ايه وشوفوا. كل دي محاولات يعني كانوا هدفهم اسقاط الدوله واسقاط الجيش المصري. فلما عادت الدوله مره اخرى في 30/6 وعادت البلد متماسكه وخرج الشعب فهم الناس دي وعرف مين دول وعرف اهدافهم ايه كويس جدا، لسبب هم طلعوا وسافروا على بره لان هم عارفين وجودهم في مصر محدش لا متقبلهم شعبيا ولا سياسيا ولا في اي مكان، واحنا مشينا في سكتنا وهم مشوا في سكتهم، احنا مشينا في التنميه وهم مشوا في ان هم يعرقلوا التنميه، وصلنا لمرحله احنا بنقول فيها احنا محتاجين حوار وطني،
هم قال لك لا احنا نعمل حوار شعبي. طب اه مقومات الحوار الشعبي ده ايه؟ هو ما فيش اي مقومات، ولا هم بيتكلموا على اساس ايه، ولا هو في اولويات عندهم. هو دايما شغال ان هو بيسعى الى ضرب اي حاجه ايجابيه بتحدث داخل الدوله المصريه. هو بيحاول في كل لحظه ان هو اي شيء ايجابي داخل الدوله المصريه يسعى لتشويهه، ويسعى يقول ان هو اللي بيتكلم الصح، مع ان هو ما بيتكلمش الصح. ده هم الناس اصلا اللي بيشتغلوا مع الاستاذ ايمن نور في القنوات بتاعته، واللي شغالين معاه عاملين معاه مشاكل ومقدمين فيه محاضر ان هو بياكل فلوسهم وبياخد عرقهم وبياخد شقاهم. وبيطلعوا يصبحوا بعض، كل القيادات بتاعت اللي هم موجودين في الخارج دول كلهم بيطلعوا على موقعهم وعلى قنواتهم وبيقعدوا يهاجموا بعض، ويقول لك ده ممول من هنا وده بياخد طب من هنا. هسألك سؤال يا أستاذ جميل وقول لي إيه رأيك فيه؟ لو هم مؤمنين بالشعب قوي كده وهم عايزين يفتحوا حوار ويناقشوا قضايا الشعب، استنوا ليه لغاية ما يبقى في حاجة اسمها الحوار الوطني؟ اشمعنى ما هو فكروش هم يعملوا الحوار الشعبي ده قبل الحوار الوطني؟ لا هو عايز بقى ما انا عايز اقول لحضرتك، هو بيحاول يشوه اي حاجه، يضرب اي ثوابت، يضرب اي حاجه بتعملها الدوله المصريه. الدوله الرئيس خرج وقال ان الوطن يتسع للجميع، وده الكلام في الراي ده يفسد للوطن قضيه، وان احنا داخلين على الجمهوريه الجديده وبنستوعب كل الاراء وكل الافكار. في ناس هنا موجوده في مصر معارضه محترمه قدرت ان هي تبقى موجوده وابتدينا في الحوار الوطني، وبيتكلموا بيقولوا ارائهم، واداره الحوار ابتدت تستمع للاراء. هم نفسهم بقى اللي موجودين بره حسوا ان هم بعيد عن هذا المشهد، ان هم مش موجودين، وان في هتحصل ان كل الاراء هتبقى موجوده ومطروحه، فيبتدوا ان هم يشككوا في كده، ويقول لك احنا نعمل حوار شعبي ونقعد ونسمع اراء الناس اللي موجوده يعني هم بره مش مصر. قلبهم على الناس قوي، هم قلبهم على مصالحهم، على مصالح هم وجودهم. مصالحهم، هم خرجوا بره المشهد، وهم اوريدي بره المشهد من زمان. يعني هم همهم التنظيم. بالظبط همهم التنظيم، ان هم يبقوا موجودين، ان هم يرجعوا مره تانيه، ان هم يحاولوا يهدوا كده سواء التنظيم الدوله راكبهم المصريه. او هم راكبين التنظيم، المهم يعملوا قلق في البلد وخلاص. بالظبط هو ده هدفهم، القلق جوه البلد. حتى لا يعني احنا شايفين من ايمن نور وقناته من سنه 2013 ولا من 2014 وهو هدفه ضرب الدولة المصرية، ضرب كل ما يحدث داخل الدولة المصرية، محاولات التشكيك، الشائعات اللي بتظهر، كل حاجة من خلال هذه القناة. هو طب سؤال نفسه اخير يا اللي استاذ بيعيد. جميل واسف ان انا طولت على حضرتك، ايمن نور اخوان دي ولا ايه؟ والله ايمن نور هو على كل لون، لكن هو طبعا من الواضح في النهاية ان هو تحالف مع الاخوان وقت لما بس كانوا انا اعرف انه في بيشتغلوا. لحظة من اللحظات كان وفد يعني، وكان حاجة كبيرة قوي في حزب الوفد، وحزب وبعدين عمل الوفد حزب الغد، ومرة واحدة بيدافع عن التنظيم كما لو كان ابن التنظيم. ما هو راكب الموجة بقى، راكب الترند زي ما بنقول. يعني هو مع كل حد، ومع اي حد يديله فلوس، اي حد يحاول ان هو يبقى موجود، ان هو لان خلي بال حضرتك ان هو يعني ايمن نور بيكسب مكاسب كبيره جدا نتيجه خيانته للدوله المصريه، يعني ومن زمان وهو معروف بهذا الاتجاه، ومعروف لما حاول ان هو يسعى ان هو يتقرب من التنظيم الاخواني وقت حكمهم، وكان عايز يبقى رئيس وزراء معاهم، وكان عايز وقعدوه في الاجتماعات بتاعتهم. هو يبحث عن مجد شخصي، يبحث عن اموال ايضا، ومكاسبه الشخصيه هيكسبها ازاي. أستاذ بس جميل فقط عفيفي كل الشكر والتقدير لحضرتك، وآسف على الإطالة عليك، شكرا لوقتك. شكرا لحضرتك، شكرا شكرا. شكرا. طبعا ده تقييم حد من المهتمين قوي بشأن العمل السياسي، حد فاهم كويس الدولة دي استهدفت إزاي، وحد فاهم الغرض الرئيسي من كل اللي حصل من 2011 لغاية النهاردة إيه، وحد فاهم إيه الأغراض الخفية ورا الحركات الغريبة والمسميات الغريبة اللي بتطلع كل شوية من 2014 لغاية النهاردة. طب يا مؤمن انتوا خايفين على الشعب قوي، ما افتكرتوش الشعب زي ما قال الأستاذ جميل وزي ما أنا قلت لكم، غير لما الدولة قالت هنعمل حوار وطني، كم أنتم أفاقين. ومعانا على الهاتف زميل وصديق عزيز برضو، دكتور زياد عبد التواب.
رئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وخبير تكنولوجيا المعلومات، ويهمنا جدا نسمع منه إجابة واضحة، لماذا لجأ أصحاب الدعوة للحوار الشعبي إن هم يعملوها على منصات افتراضية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشبكة العنكبوتية؟ دكتور زياد، حضرتك متابعهم، إيه القصة؟ متابعهم. اهلا باسم حضرتك وبالساده المستمعين اولا، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه. معروف دايما في اوساط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان الحاجه اللي انا ببقى غير قادر على ان انا انفذها في على ارض الواقع، وعايز اطلع في الاحلام وفي الحياه الافتراضيه واعمل لنفسي جوه الحياه الافتراضيه ديت يعني مجموعه من العوالم ومجموعه من المتابعين، وادي لنفسي حجم اكبر من حجمي بصوره كبيره. واعتقد ان احنا حتى شفنا ده في فترات سابقه، ازاي بنلاقي في اشخاص ابطال افتراضيه بتتكلم بتنظر، احيانا بيلموا مجموعه من المتابعين الحقيقيين، واحيانا بيلجأوا لاساليب تجاريه ان هم يزودوا عدد المتابعين ليهم. لكن اي حد من دول هاته على ارض الواقع، اقعد معاه قابله مقابله شخصيه فيس تو فيس كده، هتلاقيه ان هو ما عندوش هذا الحجم الكبير الافتراضي على الارض. ده عموما بتحصل في شبكات التواصل الاجتماعي في جميع المجالات، يعني ممكن حتى في المجال الاقتصادي ممكن حد يبقى بيعرض منتج وكاتب ان المنتج ده حلو، والمتابعين بتوعه داخلين ويقولوا المنتج ده جميل وكويس وينصحوا الناس ان هم يشتروه، وفي الاخر يطلع المتابعين دول ثلاث ارباعهم او 80 90% منهم غير حقيقيين، ولكن داخلين علشان يعملوا بروباجندا غير حقيقيه. يعني بـ 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 بدفع فلوس كده مثلا $5 $10، فاروح مزود لنفسي 10,000 متابع او 20,000 متابع، وكل ما ادفع اكتر كل ما زود عدد المتابعين. لكن المتخصص في تكنولوجيا المعلومات لما يخش على هؤلاء المتابعين بيكتشف ان هذه الحسابات غير حقيقيه، تلاقي ده حسابات بقى اسمه، خلينا كده علشان نبقى شعبيين ونوصله للناس ويبقى حاجة كده ظريفة الناس تفهمها، ده اسمه عالم العوالم. ما هم بالظبط في كده. الحقيقة عوالم بيحاولوا يرقصوا في عالم افتراضي ويضحكوا على عقول الناس. معلش على بالظبط. التشبيه بس ده لا لا، وقحهم. هو ده حتى من ايام العوالم، وهما كانوا بيحصل حاجات زي كده، والمطيبطيه وبتاع، ان هو يأجر ثلاث اربع اشخاص يقعدوا في الصاله الهتيفة، يسخنوا الجو مش اسمهم والهتيفه، الهتيفة؟ او يقفوا قدام المسرح يعملوا زحمه فيدوا الناس احساس ان المسرحيه دي مهمه او الحدث اللي جوه ده مهم، فالناس تقطع تذاكر، وفي الاخر الهتيفه دول بيمشوا ويسيبوا الناس، في الاخر تلاقي الصاله فيها ثلاث اربع اشخاص هم دول بس اللي دافعين، والباقيين دول كلهم علشان يكملوا شكل المسرحيه. فده يعني مشهور من زمان احنا يعني. اليومين دول بنعاني من مجموعة من الهتيفة ومجموعة من العوالم اتلموا مع بعض وطلعوا بره بيضحكوا على المصريين من عالم افتراضي بيقولوا لهم احنا بنعمل لكم حوار شعبي. بالظبط كده. وانا فضلوا بقى لما يهتفوا 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 وسابوا البلد ومشوا، واتلموا على طبعا بعض بره وبيحاولوا يعملوا عالم افتراضي يقولوا للمصريين تعالوا انزلوا الشارع واخربوا بلدكم. مش كده يا فندم؟ بالظبط كده. واخر حاجه عاملينها حاجه كده مسمينها الحوار الشعبي مصريون حول العالم. وبعدين يعني انت جاي تعمل حوار شعبي بعد ما سياده الرئيس اطلق الحوار الوطني، يعني حتى ما عندهمش اي نوع من انواع الابداع ولا التجديد في الفكر ولا اي حاجه. انت بتشوف الدوله بتعمل ايه بمؤسساتها القويه، وبتحاول ان انت تعمل شويه لعب عيال كده في الاطار الافتراضي اللي انت عايش فيه، فعشان يبقى فيه حوار مع قتله يعني، ما دول بقى خارج السياق خالص. يعني حوار يعني معناها فكره قصاد فكره، في معناها ان احنا الاثنين نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نتحرك. لكن انا ما افكرش مع واحد ماسك في ايده بندقيه، ولا ماسك في ايده مدفع، ولا انا هكلمه وهو عايز يموتني ويقتلني، والا زي ما كانوا بيقولوا بيهددوا احنا يا نحكمك يا نقتلكم. طب ودي طريقه ايوه دي ما تنفعش ابدا يعني. يا اه طبعا. نحكمكم يا نقتلكم. هنا لازم نشكر حضرتك ولانك حطيت لنا الفينالة اللي احنا هنختم بيها الحلقة. شكرا دكتور زياد على وقتك، وشاكر جدا شكرا يا فندم. لكلامك القيم، الله ونلقاك على خير يخليك. قريب. الله يخليك يا فندم. شكرا في رعاية الله. شكرا، مع مع السلامة. السلامة. مع السلامة. يا نحكمكم يا نقتلكم، هي دي الحكاية، بيحاول يقتلك بأي طريقة، لو ما قتلكش جسديا بيقتلك معنويا. اوعى تستسلم،
اوعى تيأس، خليك دايما متمسك بإيمانك بربنا سبحانه وتعالى، بإيمانك بالوطن، بإيمانك بقيادات هذا الوطن، بإيمانك بمؤسسات الوطن، بإيمانك بالأجهزة الأمنية في هذا الوطن، بإيمانك بنفسك يا شعب مصري عظيم. وعلشان كده هتفضل قضيتنا الرئيسية هي الوعي، وهيفضل الوعي هو الأساس لحماية هذا الوطن.